مساع تأتي في إطار تذليل الصعاب على أهل مدينة تاورغا النازحين بمخيم الفلاح بطرابلس، قامت بها منظمة أيادي الخير للإغاثة والأعمال الخيرية وبتمويل من برنامج الغذاء العالمي بتقديم مساعدات غذائية بالتعاون مع لجنة الأزمة تاورغا. جمعية أيادي الخير بالتعاون مع مجلس محلي تاورغا بتوزيع الحصص على الناس المحتاجين يعني داخل المخيمات، اللي هم الأرام والمطلقات يتم تريس الهجوم داخل المخيمات، يعني 1000 حصة شهريا. العمل الإنساني المقرون بحفظ كرامة الآخرين شعار اتخذه الناشطون في المجال المدني، أرادوا إرسالها لكل النازحين من مناطق البلاد. كلنا نخدم أهلنا دون منة من أحد، وحتى هذا العطاء المقدم من برنامج الغذاء العالمي هو ليس منا من أحد، هو إنما هو عطاء مستحق، دائما نؤكد على ذلك. العائلات المستهدفة هي دائما بالتنسيق مع لجنة الأزمة في تاورغا. الآن ربما غطينا شريحة واسعة على مر السنوات بهذا البرنامج وهذه الحصص الغذائية. على الرغم من الأعمال التي تقوم بها المؤسسات المدنية في دعم النازحين والرفع من معاناتهم، إلا أن ذلك لا يكفي مقارنة بالعودة إلى مدنهم ومناطقهم التي لا تتحقق إلا بوقفة جادة من الجهات المعنية في الدولة. وحسب الأهالي فإن تحركات المسؤولين في تحقيق مبتغاهم بعد سنوات من النزوح مقتصرة على الوعود فقط.